ينصح الحكام ينصح حكام المسلمين بين الناس ام تكون النصيحه سرا وجزاك الله خيرا؟ لا بس ان كان يستجاب ان كانوا يستجيبون ان كانوا يستجيبون بالنصيحه السر فهي نصيحه السر فهذا هو الذي ينبغي، وان كانوا لا يستجيبون فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع هذه لسانه فإن لم يستطع هذه قلبه وذلك أضعف الإيمان. وحديث أنك تنصحه سرا فإن ماذا فإن وافق وإلا فتكل أمره إلى الله، هذا الحديث أنا عندي أنه لا يصح. لكن أنت إذا كلمت الناس في المجتمعات نعم تخبرهم بماذا؟ بأنك لست داعيا إلى فتنة ولست محرضا للناس على الخروج، فلابد أن تبين المنكر من أجل أن يزال، وتبين أنك لست داعيا إلى فتنة ولست محرضا للناس على الخروج على الحكام، فإن هذا ليس بوقت الخروج على الحكام، لا ولكنك تتكلم من باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع هذا لسانه فإن لم يستطع لقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما إذا ترك ماذا يا إخواننا البيان، إذا ترك البيان فمتى يرجع هؤلاء الحكام؟ ويعجبني ما جاء وهي تعتبر نكتة عن الشيخ آدم المصري رحمه الله تعالى. نعم ما قطع النظر واجبه على كبر السادات أو لا يواجبه، ماذا يقوم بالمسجد ويحمد الله ويثني عليه ثم يقول وبدون تشهير وبدون تجريح السادات كاذب، وبعد ذلك ماذا؟ الناس إذا تكلموا أحد من الحكام يهربون، يهربون لكن لا تجمعهم جميعا، يتبعهم بالميكروفون في الشارع، يأخذ الميكروفون في الشارع، السادات كاذب، لكنه الشيخ آدم، ماذا يا إخواننا؟ الشيخ آدم هذا عنده غرفة الزنزانة أنظف منها وأحسن منها، وبطانيته على جنبه مستعد للسجن اي وقت ياخذونه، لا يبالي والله المستعان. فماذا يا اخواننا؟ فالنصح يكون سرا اذا قبل، اذا علم انهم سيقبلون او علم ان النصح المنابر سيثير فتنه، اما اذا كان علم انه ربما يزال هذا المنكر، الحكومات لها جوازيس في المجتمعات الكبيره فربما يبلغها وتخاف ان الناس ينتقدونها وتزيل هذا المنكر، والله المستعان. نعم.